أتطرق إلى فقط أمور معينة ذكرها ثم أدخل على الحديث. تحدث عن الجدلية أنه طبعا ماجد عبد الله وسام الجابر لا نقاش أنهما أدما عليهما وقدم المنتخب السعودي ولأنديتهما حقيقة الشيء الكثير. لا نستطيع خذوها مني ومن كل المحايدين ومن كل المنصفين حقيقة، لا أحد يستطيع أن ينتقص لا من سامي ولا ماجد، فهذه القضية أن نخرج منها. خلينا أقول لك مع الاتحاد تحديدا، طالما الحديث عن الاتحاد، لا أنا أحترم الاتحاد كثير، أنا أحترمه لدرجة لا تتخيلها. أنا لا أتخيل على مستوى الشخصي أنه في دوري يقام لدينا الاتحاد مش موجود أبدا. الاتحاد كتاريخ، كأرث، كبطولات، كجمهور، كمنافس مختلف. لا الأهلي، الأهلي يستحق. أيوة. اليوم قدم اللي مفترض يقدم رغم ظروفه الصعبة قبل المباراة بكل صراحة. أيوة. الهلال كان عنده فوضى فنية، كان عنده مشاكل فنية قبل المباراة. مجمعي عبر الأقمار الصناعية من الرياض عادل التويجري، الله أكبر. الله الله أكبر. أنا أقول مبروك للوطن يا أبو بدر، مبروك للهلال، جمهور وأعضاء شرف وإدارة ولاعبين كلكم، مبروك لكل، مبروك للوطن، مبروك لكل من ساند الهلال، مبروك لكل الهلاليين اللي اصلا كانوا وكلهم هذا الرجل كانوا موقنين يا ابو بدر، يدركون تماما انه هذا الهلال لا تستصعب عليه المصاعب. ايوه نتحدى بعض، نتنافس، نطقطق على بعض شوي، نشد ونجذب، لكن في اطار كرة القدم. نعم. نختلف بس ما يتجاوز هذا الامر الى امور ابعد.